حتى مشروع موازنة للسنة القادمة، وبالتالي انهيار الليرة كانت 1200 مليار تعمل، اليوم ما بقى تعمل 15% من قيمتها، يعني صارت 15 مليون دولار. اللي بدي أقوله، عندنا نفقات طارئة، الحكومة أحالت هالمشروع، طلبنا من الوزارة تبنده حتى ما يكون في استنسبية بتوزيعه، وتعهد الوزير أنه يبعث لنا هالتبنيد المطلوب كيف رايح على كل وزارة، على كل إدارة، على كل مؤسسة. لكن كمان في أمور طارئة تمنينا وطلبنا أنه تنعطى الأولوية. من الصح نعرف قديش موضوع الاستشفائي، أكان الحكومة أو الخاص، قديش هو أساسي. الأدوية كذلك الأمر، الموضوع المتصل بالمحروقات، تعرفوا المعاناة، يعني مازوت، بنزين إلى آخره، القطاعات العسكرية، الموضوع التربوي، القرطاسية إلى آخره. فإذن هيدا الموضوع بده يروح إلى نفقات طارئة، ما في استنسبية وما فيش عملية بهورة ولا عملية، يعني والله يعني لا الوضع بيسمح ولا إرادات الدولة بتسمح ولا الأخلاق بتسمح. فإذا أقر على خلفية تزويدنا قبل الهيئة العامة بكل هذا التبنيد ليعرض على الهيئة العامة عندما تعقد الجلسة، جلسة تشريعية. الاقتراح القانوني الثاني اللي أقر هو اللي له علاقة بإلغاء الأسهم لحامله. بتعرفوا شو يعني أسهم لحامله؟ يعني ما بنعرف مين سحبها. مبدأ الشفافية اقتضى أنه نحن بلجنة المال بال 2015 أقرينا وأقروا المجلس النيابي قانون يلغي، لكن عطى مهلة بوقتها 5 سنوات، يقال أنه منا كافية. لا، في ناس عايشة برا، صار في كوارث بسنتين، ما في تبليغ، يتفاجأ لأنه هيدي بتسقط الحق، يعني هاي المهلة هي مهلة إسقاط للحق، حتى ببطل يملك، بتاخذ الدولة في حال لم ما نقل أسهم لحامله إلى أسهم اسمية بيسقط حق. حتى ما نظلم حدا، صار في اقتراح قانون لتعديل المهلة وإعطاء مهلة إضافية 3 سنوات بحكم مبررة، بحكم الكوارث اللي مرقنا فيها من كورونا إلى شلل الدولة وتعطيلها إلى آخره بهذا المجال. فإذا هذا الاقتراح أقر وخفضت المهلة اللي كان مقترحة من قبل الزملاء ب5 سنوات إلى 3 سنوات. في اقتراح قانون بيتعلق بإعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة، أصلا هن معفيين طلعوا بالقانون الحالي، لكن في كمان بيتعلق بالرسوم الجمركية اللي هن مش معفيين منها. طلبنا من الزميل سمو أبي رمية اللي أعد الاقتراح، ومن الزميل ياسين جابر اللي اقترح أنه يشمل كمان توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية لمساعدة الناس الذهاب والتحول بدول العالم عم بحفزوا تنروح على الطاقة الشمسية، أن يشمل هذا الاقتراح بإعادة صياغته للأسبوع الجاي أن يشمل الطاقة الشمسية كمان من الإعفاء المقترح من الضريبة، يعني من التفئة، من الضريبة على القيمة المضافة. هلأ هودي، فإذن وفي اقتراح كان كمان بيتعلق بإعفاءات مقدمين الزملاء ايدي ابي اللمع وجورج عايس، لكن ما استطاعوا يحضروا اليوم، احتراما لهم اجلنا الاقتراح للاسبوع المقبل حتى نسمع لهم ونشوف شو وجهه نظرهم قبل ما نناقش. هلا الاسبوع الجاي بعتقد كلكم عارفين في عندنا جلسه، عفوا هذا الاسبوع نهار الخميس في عندنا جلسه لها علاقه بسعر الصرف وبالتعميم 151 وكل ما يتصل بموضوع سعر الصرف، يعني التضخم. ما حدا يعتقد انه مجلس النواب جاي يرفع سعر الصرف، نحن مش شغلتنا. نحن ما عندنا، برجع بكرر، لا عندنا 10 ولا عندنا 8 مثل ما عم يورد بالاعلام ولا عندنا 15، نحن عم نحكي ليش بده يضل على 3900؟ ليش بده يضل عندنا 5 اسعار صرف بلبنان؟ 1200 عفوا 1500 الرسمي، 8000 المحروقات، المنصه تصيرفه بلشت 12000 اليوم، ما بعرف التداول قديش صار 15 16 مش عارف. السوق السوداء او السوق اللي هلا المتداوله بدل 20. طيب هذا المواطن اللي عم يدفع الثمن كل مره
على خلفية أنه أوعى من قصة التضخم. طب هل هالتضخم عالجه التعميم 151؟ هل من سنة وشوية من نيسان 2020 إلى اليوم صار في حقيقة وقف لسعر لارتفاع سعر الصرف، أو في عوامل تانية عم تعلي سعر الصرف؟ في السياسة، في التهريب، في الاحتكار، في المضاربة، مثل ما شفناها بالبنزين وبالمازوت وشفناها بكثير من المسائل. فإذا خلينا نعالج ونريح الناس بقدر الإمكان. لذلك نحن طارحين هذا الموضوع للنقاش من دون ما يكون في اقتراح برقم. ما في رقم، في عمليا سعر حقيقي للدولار. ليش ما بيكون معتمد هذا سؤال؟ بيعمل تضخم كيف؟ خبرونا. مشان هيك داعيين عليه كل المعنيين بالسلطة النقدية، بقطاع خاص، بغيره. ما بقى في ضل المواطن داعيين، واكيد هذا يعني اول شيء حكي مصرف لبنان. وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن ان يستمر بانه مثل ما بيقولوا موضوع محرم الحكي فيه، او حدا حارم حاله يحكي فيه. خاصة بيقولوا ليش اليوم؟ ليش اليوم؟ لانه مطروح تمديده اخر شهر ايلول، ويمكن يطلع حدا يمدده بكره. طيب عال نحن كمجلس نيابي مش بس حقنا نسأل، واجباتنا نسأل، واجبات المصرف المركزي والمصارف يجيبوا وزارة المال والحكومة. نحن ما عم نخصص حدا، الكل مسؤول والكل لازم يعطي رؤية متكاملة. وطلبنا وزير المال اليوم، طلبناه أن يأتي بدعوة أكيد أن مدعيينه نهار الخميس، أن يأتي برؤية متكاملة لوين رايحين. طيب بتقلي ما في حكومة والسلطة التنفيذية الحالية اللي هي الحكومة تصريف الأعمال مقصرة، مش عم تجتمع بكل الظروف الاستثنائية اللي نحن عم نمر فيها. منا عم تجتمع، ما عم تحمل مسؤوليتها. شو بنعمل؟ بدنا نتحمل مسؤوليتنا. هيدا القصدته مبارح أنا بكلامي كرئيس لجنة مال وموازنة، أنه لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع. وهذا يلي نحن عم نحاول نعمله من خلال تفعيل هذه الرقابة بقدر الإمكان، ومنطالب طبعا بأصحاب الحقوق وبكل الناس وبكل اللبنانيين يلي حقيقة هن ضانينين بهالمرحلة بتخفيف معاناة بعضهم البعض، انه كل حركة إيجابية عم تنعمل باتجاه الصحيح يدعموها، يقفوا حدها. عملية التهشيم بالمطلق لأي عمل بده يقوم فيه أي شخص إن كان منيح أو شنيع هي تدمير، وهي مساهمة بالتدمير يلي نحن ماشيين فيه. بشكركم على هالنقل، وموعدنا فإذا نهار الخميس. شكراً.